طيب نسمع الحديث، الحديث الذي سوف يأتينا سبق. نعم نسمع. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي منهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم، هذا الحديث مر معنا سابقا، لكن بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أبو نعيم هو فضل الدكين الكوفي، واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي، مولاهم الأحول الملائي، مشهور بكليته، ثقة شخص، مات سنة 1800، وهم كبار شيوخ البخاري. سفيان هو بن عيينة بن أبي عمران ميمون هلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة من رؤوس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة 98 و100، وله 91 سنة. ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة روي بالقدر، مات سنة 31 و100. عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو معبد القارئ، أحد الأئمة، صدوق، مات سنة 20 و100. ابن منهال هو عبد الرحمن بن مطعم الجناني البصري، يزيل مكة، مات سنة 6 و100. ابن عباس رضي الله عنهما هو عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 68. نعم، إذا من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ نصف الإسناد مكي والآخر كوفي. نصف الإسناد مكي، كيف مكي؟ أبو نعيم كوفي، يعني نصف الإسناد كوفي قصدك؟ نعم، نصف الإسناد كوفي والنصف الثاني ابن أبي نجيح. طب أبو المنهال من وين؟ بصري. نعم، إذن لا تصلح هذه. طيب لطيفة ثانية يعني تحتمل، فيه رواية التابعي عن التابعي، فهنا عبد الله بن كثير روى عن عبد الله بن الزبير، وذكرنا في الدرس الماضي الداري، لما كان يسمى الداري؟ نعم، نسبة إلى العطارة، كما يسمي أهل مكة،